بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ وتلميذات الصف الرابع الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الآن درسا جديدا من دروس القراءة، ألا وهو درس القرية، ملك للجميع. نبدأ الفقرة الأولى أعزائي التلاميذ. ونيس يفخر بقريته. ونيس شاب نشيط وذكي، يعمل مدرسا في إحدى القرى التي نشأ بها. ونيس يحب قريته وأهلها، وهو يباهي بها دائما أمام أصحابه، زاهر وبهاء وشاكر، وأمام أخته هدى وصديقتها مريم. يباهي أي يفاخر، يتباهى ويتفاخر بقريته. نشيط مضاد كسول. القرى جمع قرية. بما يتصف ونيس؟ ونيس يتصف بأنه نشيط وأنه ذكي وأنه متعاون ومشارك مع أهل قريته وأنه يحب أهل قريته حبا شديدا. وما عمله؟ ونيس يعمل مدرسا في القرية التي نشأ بها. ما الدليل على أن ونيس يحب قريته؟ أنه دائما يباهي ويفاخر بها أمام أصحابه زاهر وبهاء وشاكر، وأيضا يفاخر بها أمام أخته هدى وأمام صديقته مريم. الفقرة التالية أعزائي التلاميذ، سمات أهل القرية. ويقول ونيس، الحديث عن ونيس. ونيس يقول: حقا إن قريتي صغيرة، ولكن أهلها طيبون متعاونون، يشارك بعضهم بعضا في الأفراح والأحزان، ويسأل كل منهم عن الآخر، ويقدم له المساعدة إذا احتاج إليها. عندي كلمة المساعدة معناها العون، كلمة الأفراح مضاد الأحزان، والأحزان مضاد الأفراح. الأفراح جمع والمفرد فرح، والأحزان جمع والمفرد حزن. ما سمات أهل القرية؟ سمات أهل القرية أنهم طيبون، ناس طيبين، أنهم طيبون وأيضا متعاونون. يعني إيه متعاونون؟ ما معنى كلمة متعاونون؟ أنهم يشارك بعضهم بعضا في الأفراح والأحزان، وكل منهم يسأل عن الآخر، وكل منهم يقدم المساعدة للآخر إذا احتاج إليها. ماذا أعجبك في أهل القرية؟ يعجبني فيها أنهم متعاونون ويساعد كل منهم الآخر. ما الصفة التي تحبها من صفات أهل القرية؟ العديد من صفات أهل القرية صفات محبوبة، أي أولها أنهم طيبون، أنهم متعاونون، أنهم يسأل كل منهم عن الآخر، أن كل منهم يساعد الآخر. كل صفات أهل القرية كلها أغلبها صفات محبوبة وصفات جيدة وصفات جميلة في هذا المجتمع القروي الطيب. الفقرة التالية أعزائي التلاميذ، بعض مشكلات القرية. وفي المساء أجلس مع أصحابي. من الذي يتحدث هنا؟ إنه ونيس. وفي المساء أجلس مع أصحابي من شباب القرية في قصر الثقافة، نتحدث عن مستقبل قريتنا وما يمكن أن نقدمه من خدمات. ذات يوم قال زاهر: القرية بها بعض المشكلات، مثل نظافة الشوارع وسوء استخدام المياه، وعلينا أن نطلب من العمدة حل هذه المشكلة. فأسرع بهاء يقول: إن العمدة هو المسؤول. المفردات اللي عندنا: نتحدث معناها نتكلم، نجلس لكي نتكلم. المشكلات جمع مشكلة، سوء مضاد حسن. أين كان يجلس ونيس مع أصحابه؟ كان يجلس ونيس مع أصحابه في قصر الثقافة. ولماذا كانوا يجلسون؟ كانوا يجلسون لكي يتحدثون عن مستقبل قريتهم وما يمكن أن يقدموه لهذه القرية من خدمات. حدد بعض المشكلات القرية. مشكلات القرية كثيرة حقيقة. هذه الفقرة تحدد لنا مشكلات بسيطة، وهي نظافة الشوارع، سوء استخدام المياه. نظافة الشوارع، سوء استخدام المياه، هذه المشكلات التي ذكرتها الفقرة. هل تعاني قريتك من مشكلات أخرى؟ نعم، إن القرية تعاني من مشكلات كثيرة، منها الأمية ومنها الكهرباء، وهناك العديد من المشاكل التي تعاني منها القرى. هذه الفقرة لم تذكر منها إلا نظافة الشوارع وسوء استخدام المياه. الفقرة التالية، دور شباب القرية. ونيس: ولما لا نبدأ نحن بأنفسنا؟ لقد تعودنا ذلك. ثم نطلب من الدولة أن تسرع بمد يد العون والمساعدة لأهل قريتنا، لنكمل معا ما بدأنا في تنفيذه. شاكر: عندك حق يا ونيس، لقد سمعت الدكتورة هدى في الوحدة الطبية تقول إننا جميعا مسؤولون والقرية ملك لنا. مد يد العون أي معناها المساعدة، نطلب من الدولة المساعدة. ماذا قال ونيس؟ ونيس قال: لما لا نبدأ بأنفسنا؟ ونيس عايز شباب القرية يبدأون بأنفسهم. قال لهم: لما لا نبدأ نحن بأنفسنا؟ ولقد تعودنا أن احنا نبدأ بأنفسنا ثم نطلب المساعدة من الدولة. لقد تعودنا ذلك، ثم نطلب من الدولة أن تسرع بمد يد العون والمساعدة لأهل قريتنا حتى نكمل معا ما بدأنا في تنفيذه.
متى نطلب من الدولة المساعدة؟ عندما نبدأ أولا بأنفسنا ونخطو بعض الخطوات في شيء ننوي تنفيذه، نبدأ بأنفسنا ونخطو فيه بعض الخطوات ثم نطلب من الدولة أن تساعدنا وتمد لنا يد العون. ماذا قال شاكر؟ شاكر قال لونيس: عندك حق يا ونيس، لقد سمعت الدكتورة هدى تقول أننا جميعا مسؤولون والقرية ملك لنا. طيب، أين تعمل الدكتورة هدى؟ الدكتورة طبيبة. أين تعمل الدكتورة هدى؟ تعمل في الوحدة الطبية. وماذا قالت؟ كانت تقول دائما أننا جميعا مسؤولون والقرية ملك لنا. ما دور الشباب نحو مشكلات القرية؟ أولا يبدأون بالتفكير في حل هذه المشكلات، ثانيا يبدأون بأنفسهم أولا ثم يطلبون العون من الدولة لكي تمد لهم يد المساعدة. الفقرة التالية أعزائي التلاميذ: التعاون من أجل القرية. أننا جميعا مسؤولون والقرية ملك لنا، فهي بيتنا الكبير الذي يجمعنا، ويجب أن نتعاون جميعا كي تكون قريتنا نموذجية، فيها الماء النقي والكهرباء، وكي تكون بيوتنا وشوارعنا نظيفة، وبخاصة أن قريتنا فيها 3 مدارس والوحدة الطبية وقصر الثقافة. من يقول هذا الكلام؟ إنها الدكتورة هدى. كلمة نموذجية أي مثالية، الكبير مضاد الصغير، النقي أي النظيف، الماء النقي أي الماء النظيف. كيف تكون القرية نموذجية؟ تكون القرية نموذجية أولا بتعاون الشباب وبتعاون كل أهل القرية في حل مشاكلها، وهذا هو التعاون الذي يدعو إليه عالمنا الأستاذ الدكتور أحمد زويل، دائما يقول يجب أن نعمل بروح الفريق. يبقى تعاون أهل القرية في حل مشكلات القرية. ثانيا نقوم بحل هذه المشكلات مثل الماء النقي والكهرباء وأن تكون شوارعنا نظيفة. يبقى كيف تكون القرية نموذجية؟ أن تكون يتوفر فيها الماء النقي، يتوفر فيها الكهرباء، يتوفر فيها هواء غير ملوث، يتوفر فيها النظافة للشوارع والبيوت. الفقرة التالية أعزائي: نظافة القرية. ونيس: سوف نلتقي غدا بإذن الله لنضع معا خطة لحملة نظافة لشوارع القرية كلها ثم نعرضها على العمدة لنأخذ رأيه فيها. لماذا يجتمع ونيس مع أصحابه؟ متى يلتقون؟ أولا يلتقون غدا، غدا في اليوم التالي. ولماذا يلتقون؟ لكي يضعوا خطة لحملة نظافة لشوارع القرية كلها، جميع شوارع القرية يضعون خطة لكي ينفذون خطة حملة النظافة لجميع شوارع القرية ثم يعرضونها على العمدة ليأخذوا رأي العمدة فيها. جزاء مساعدة الآخرين: إذا قمت بمساعدة إنسان يحتاج المساعدة فما هو جزاؤك عند الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وكلمة عون هنا معناها المساعدة. ما جزاء من يساعد الآخرين؟ إن جزاؤه أن يكون الله في عونه ويساعده دائما وأن يدخله الجنة بإذن الله تعالى. كلمات الجديدة المفردات التي وردت في الدرس: يباهي معناها يفاخر، مد يد العون أي معناها المساعدة، كلمة نموذجية أي مثالية. خلاصة الدرس أعزائي التلاميذ: القرية ملك للجميع. ونيس يفخر بقريته دائما ويباهي بها أمام أصدقائه. من سمات أهل القرية الطيبة والمشاركة والتعاون أنهم دائما متعاونون ويسأل كل منهم عن الآخر. من مشكلات القرية النظافة والمياه، وهناك العديد من المشكلات مثل الكهرباء. للشباب دورهم الفعال في حل مشكلات القرية عن طريق التعاون وعن طريق أنهم يبدأون بأنفسهم. التعاون يجعل القرية نموذجية ومثالية. والله يعين العبد إذا أعان أخيه وسعده. كيف يأتي الدرس أعزائي التلاميذ في مثل هذه كيف يأتي السؤال أعزائي التلاميذ في مثل هذا الدرس؟ أجب عما يأتي: اقترح عنوانا آخر للدرس. من منكم يعطينا عنوانا آخر للدرس؟ أحسنت، بارك الله فيك، فتح الله عليك. قريتي، ويمكن أن نقول شباب القرية. بما وصف ونيس أهل القرية؟ ممتاز. بما وصف ونيس أهل القرية؟ ممتاز، أحسنت، بارك الله فيك، إني أسمعك. طيبون، متعاونون، يشارك بعضهم بعضا في الأفراح والأحزان، يسأل كل منهم عن الآخر ويقدم له المساعدة إذا احتاج إليها. ما الحديث الذي يشترك فيه ونيس مع أصحابه؟ كانوا بيقعدوا كده يتكلموا في إيه ويتناقشوا في إيه؟ مستقبل القرية، حديث مستقبل القرية وما يمكن أن يقدموه من خدمات لقريتهم. هات المطلوب مرادف كلمة مثالي.
مثل ولا تمثيل ولا نموذجي؟ مرادف كلمة، أحسنت، ممتاز. مرادف كلمة مثالي أي نموذجي؟ مرادف مفرد أصحاب، مفرد كلمة أصحاب، مجموعة من الأصحاب نطلق عليهم أصحاب، فإذا كان واحد منهم نطلق عليه صاحب أم صباح أم أصدقاء. أحسنت، بارك الله، بارك الله فيك، إنها كلمة صاحب. مفرد كسلان، 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 كسلان. مضاد كسلان، مضاد كسلان. نشاط ولا نشيط ولا أنشطة؟ أحسنت، فتح الله عليك، إنها كلمة نشيط. جمع القرية، قرية واحدة نقول لها القرية، فإذا كانت مجموعة ماذا نقول لهم؟ أحسنت، ممتاز. قروي أم قرارات أم القرى؟ نقول القرى. ضع سؤالا لكل إجابة مما يلي، أنا سأعطيك الإجابة وأنت ستعطيني السؤال. الإجابة: ونيس يعمل معلما. أحسنت، فتح الله عليك، نفكر معا. أحسنت، ماذا يعمل ونيس؟ السؤال، الإجابة الثانية: يجلس ونيس في قصر الثقافة. طبعا هنا في مكان قصر الثقافة، يبقى السؤال: أين يجلس ونيس؟ ودائما أضع علامة استفهام في آخر السؤال. نلتقي غدا لنضع خطة، خطة النظافة. نلتقي غدا لنضع خطة النظافة. أحسنت، فتح الله عليك، فتح الله عليك، لماذا نلتقي غدا؟ إجابة أخرى: حضر الاجتماع ونيس وأصحابه. حضر الاجتماع ونيس وأصحابه، فتح الله عليك، أحسنت، بارك الله فيكم جميعا. من حضر الاجتماع؟ ولا ننسى أننا دائما نضع علامة استفهام في نهاية السؤال. اطلب من زميلك ما يلي، اطلب من زميلك ما يلي: أن يهتم بمشاكل القرية. أنا هطلب منك إنك تهتم بمشاكل القرية، هقول لك إيه؟ ببساطة شديدة هقول لك: اهتم بمشاكل القرية. اطلب منه ما يلي: اهتم بمشاكل القرية. اطلب منه ما يلي: ألا يزعج الآخرين. ألا، عايز تقول له ما تعملش الحاجة دي، هتقول له إيه؟ لا تزعج الآخرين. أحسنت، بارك الله فيك. أن يساعد من يحتاج المساعدة. فكر، ممتاز، أحسنت، بارك الله فيك. ساعد من يحتاج المساعدة، بارك الله فيكم جميعا يا أبنائي. ألا يبخل بما لديه من علم على أهل قريته. فكر، أحسنت، ممتاز، فتح الله عليكم جميعا. لا تبخل بما لديك من علم على أهل القرية. إذن فهناك أمر وهناك نهي، وكله يعبر عن معنى الطلب. حدد نوع الأسلوب فيما يلي. أمامي بعض الجمل وأمامي الأساليب: أفخر بانتمائي إلى الريف. الاعتزاز، بارك الله فيك، يعني هذه معنى لفقرة، معنى لجملة كاملة. أهل القرية يبدأون بأنفسهم، ممتاز. النشاط، يسأل كل منا عن الآخر. المشاركة، ممتاز، إننا جميعا أهل، وهذه معناها الأخوة. يبقى إذا هناك بعض الجمل التي نريد أن نحدد المعنى الإجمالي لها: أفخر بانتمائي إلى الريف، هذا معناه الاعتزاز. أهل القرية يبدأون بأنفسهم، هذا معناه النشاط. يسأل كل منا عن الآخر، هذا معناه المشاركة. إننا جميعا أهل، هذا معناه الأخوة. صف أهل القرية مستخدما 4 جمل اسمية وفعلية. الجملة الاسمية دائما تبدأ باسم، والجملة الفعلية دائما تبدأ بفعل. اسمية، ممتاز، أهل القرية طيبون، أهل القرية متعاونون. فعلية، يساعد أهل القرية بعضهم بعضا، ممتاز، أحسنت، بارك الله فيك. اسمية، أهل القرية يشاركون بعضهم الأفراح والأحزان، ممتاز. فعلية، لابد أن تبدأ بفعل، أحسنت، يبدأ شباب أهل القرية بأنفسهم. صنف سمات القرية التي تعجبك والسمات التي لا تعجبك كالمثال. فكر وأنت جالس مع نفسك: السمات التي تعجبنا والسمات التي لا تعجبنا. يعجبني ولا يعجبني: مساعدة أهل القرية بعضهم، تعجبني وحلوة جميلة. عدم رغ... لا يعجبني عدم رغبتهم في تعليم أبنائهم. أكمل وأنت تكمل بقية السمات التي تعجبك والسمات التي لا تعجبك. فكر ثم حدد أهم مشاكل قريتك. ما هي المشاكل التي تعاني منها قريتك؟ هناك العديد من المشاكل: أولها النظافة، ثانيها مياه الشرب، ثالثها الأمية. وهناك العديد من المشاكل مثل الكهرباء والأمية وعدم الرغبة في تعليم أبنائهم، والعديد من المشاكل والعديد والعديد من المشاكل. يمكن لك أن تضيف مشاكل متعددة على هذه المشاكل. سؤال الدرس: أجب في منزلك، اذكر مشكلة من مشاكل قريتك، ثم اقترح طريقة لحلها، وحدد دورك في هذا الحل. مع نفسك كده تقعد تفكر في مشكلة من مشاكل قريتك، وتحط طريقة لحل هذه المشكلة، وتشوف دورك انت ايه في هذا الحل. إلى هنا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم، ومع نفهم نتعلم بوضوح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.